استقر سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم في مختلف البنوك الحكومية، حيث بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي عند 17 جنيها و95 قرشا مقابل 18 جنيها و5 قروش للبيع، واستقر اليورو عند 19 جنيها و99 قرشا للشراء مقابل 20 جنيها و21 قرشا للبيع، بينما انخفض سعر شراء الجنيه الاسترليني ليسجل 22 جنيها و75 قرشا مقابل 23 جنيها وقرشين للبيع.